نظرا لأن كريستيانو رونالدو يعتبر واحدا من أشهر اللاعبين حول العالم، فإنه في الحقيقة يمتلك ثروة كبيرة جدا، وهذه الثروة تظهر من خلال الأشياء التي يستطيع شراءها. فعلى سبيل المثال، هذه الساعة التي سعرها يصل إلى 500,000 دولار والمرصعة بالألماس، هذا الخاتم الآخر الذي هو مرصع بالألماس أيضا، مما يعني أنه يمتلك في هذه اليد فقط حوالي 800,000 دولار. ولكن كل هذه الأشياء تعتبر من أقل الأشياء قيمة التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على أبهض الأشياء التي يملكها. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا لنبدأ. هل تعلم أن رونالدو لديه متحف خاص به لكي يعرض فيه الكثير من المنتجات التي يملكها؟ ولديه في هذا المتحف حراسة من نوع خاص. يوجد في هذا المتحف حذاء من نوع ماركة CR7 من تصميم شركة نايك العالمية، كما إنه يمتلك حذاء آخر من نوع ماركة ديوان وايت، والذي يقال أن سعره يصل إلى 4 ملايين دولار. حذاء آخر بهذا الشكل، ولم يتم الإعلان عن سعر هذا الحذاء لأنه لا يوجد قيمة حقيقية من الممكن أن تصف سعر هذا الحذاء بسبب أنه ينتمي إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو. يقال أيضاً أنه يحاول إنفاق الكثير من الأموال حتى يستطيع تقديم المساعدة إلى العديد من الأشخاص. تعتبر لحظة حصول كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية الثالثة في مسيرته واحدة من أسعد اللحظات في حياته، كما يقال أيضاً إنه كان هناك طفل مصاب بمرض خطير في المخ، وقام كريستيانو رونالدو بالتبرع بمبلغ 100,000 دولار لأسرة هذا الطفل ولكي يستطيع تقديم المساعدة الطبية اللازمة له. وعندما تم الإعلان عن هذا الشيء، صرح رونالدو أنه يقوم بالتبرع بالعديد من الأموال لإنقاذ حياة الأطفال. حتى إنه أيضاً قام بعرض كرات الذهبية الخمس التي يملكها في إحدى المزادات لكي يستطيع جمع ربح الكثير والكثير من الأموال، ومن خلال هذا الربح يقوم بالتبرع بها إلى إحدى المؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال وعلاج الأمراض الخطيرة التي يتعرضون لها. تخيل كم المساعدات التي تم تقديمها إلى هؤلاء الأطفال، حيث يقال إن كل كرة تم بيعها بمقابل سعر 700,000 دولار. هذا يعني أن الإجمالي حوالي 3,500,000 من الدولارات، وتم تقديم هذا المبلغ بالكامل لرعاية الأطفال ومساعدتهم، بالإضافة لأنه يقوم بدفع الكثير من المبالغ في المؤسسات الخيرية، لأنه أيضاً يقوم بدفع أموال كثيرة لشراء السيارات والإكسسوارات والمنازل وعلى صديقته المفضلة جورجينا، حيث يقال إنه تم دفع مبلغ حوالي 4 ملايين دولار على جورجينا فقط. وفي مرة من المرات استطاع رؤية التعليق الخاص بها على هذا المنشور على إنستغرام، والذي فيه كان يتم نشر صورة لهذا الخاتم المرصع بالألماس. قام بشراء هذا الخاتم هدية لها، ويقال إن سعر هذا الخاتم يصل إلى 872,000 دولار، مما يجعله واحدا من أغلى الخواتم التي قام لاعب كرة القدم بشرائه إلى حبيبته. وقامت بنشر صورة خاصة بها على إنستغرام وهي ترتدي هذا الخاتم، بالإضافة إلى أنه قام بشراء ساعة بسعر 60,000 دولار وإسورة بسعر 50,000 دولار، كما إنه قام بشراء حاوية للمجوهرات بسعر 140,000 دولار. هذا يعني أنه قام بشراء الكثير من الأشياء لها بكلفة 4 ملايين دولار. حتى إنه قام بشراء هذا اليخت بسعر 12 مليون دولار، ويقال إنه يحتوي على 5 غرف وست حمامات ومطبخ وبار، وهذا ما يجعل عائلة رونالدو قادرة على قضاء عطلة سعيدة. هذا ليس أمر غريب ولا صعب على كريستيانو رونالدو، لأنه يستطيع الحصول على راتب حوالي 2,000 دولار في الساعة. من المعروف أيضاً أن كريستيانو قام بشراء أول سيارة له بسعر 30 مليون دولار، كان ذلك في عام 2003، ومن الطبيعي بعد أن اكتسب شهرة واسعة وحقق نجاحات كبيرة أن يحصل على الكثير من السيارات المميزة، حتى يقال إنه يقوم بشراء سيارة جديدة كل شهر. ويقال إنه في عام 2021 بسبب أنه ذهب إلى إيطاليا وتحديداً إلى شركة فيراري حتى يستطيع شراء هذه السيارة المميزة، والتي لا يستطيع أي شخص الحصول عليها من قبل شركة فيراري إلا بعد الموافقة من الشركة، واستطاع الحصول عليها بسعر 2 مليون دولار.
وكان يجب على رونالدو حضور التدريب، لكنه لم يقم بعمل هذا الشيء حتى يستطيع شراء هذه السيارة، وهذا ما جعل المدرب يمنع أي لاعب في النادي من ركوب أي من السيارات الفارهة عقابا لرونالدو، حتى إنه يقوم بشراء العديد من السيارات الأخرى الفائقة السرعة، من بينها هذه السيارة والتي يصل سعرها إلى 60 مليون دولار، وهذه الأخرى التي سعرها 30 مليون دولار، حتى إن لديه طائرة خاصة والتي سعرها يصل إلى 32 مليون دولار. تحتوي الطائرة على أثاث فارغ ويوجد عليها الشعار الخاص بكريستيانو رونالدو، وتحتوي على كل الأشياء التي يحتاجها أي شخص من مطبخ وحمام وثلاجة وشبكة إنترنت هوائي حتى يستطيع الانتقال من مكان لآخر بكل سهولة. بالإضافة إلى هذه الطائرة الأخرى التي سعرها يصل إلى 28 مليون دولار. وفي يوم من الأيام كان يلعب مع ريال مدريد ضد نادي ريال سوسيدا، وكان يقيم هو والفريق في هذا الفندق الذي نال إعجابه، وبعدها قام بتأسيس عدة فنادق في فونشال وليشبونة ونيويورك وباريس. يقال إن كل فندق كلف رونالدو حوالي 40 مليون دولار. تخيل عزيزي المشاهد أنه أنفق كل هذه المبالغ على فنادق للمعجبين الخاصين به، فكيف سينفق على المنزل الذي يعيش فيه؟ في عام 2003 بعد أن ترك عائلته كانوا يعيشون في منزل مساحته 700 قدم، حيث كان يحتوي على 6 غرف و6 حمامات وصالة كمال أجسام وغرف للسينما وحمام سباحة وجاكوزي بسعر 4 ملايين دولار. وبعد أن قام بتوقيع العقد مع نادي ريال مدريد الأسباني، قام بتصوير هذا الفيديو الذي يوضح فيه المنزل الذي يعيش فيه، والذي يحتوي على ملعب كبير وعدد 2 من حمامات السباحة. وفي عام 2015 قام بشراء شقة فارهة في إحدى الأبراج الفخمة في مدينة نيويورك، كانت تحتوي على 3 غرف و3 حمامات. وفي عام 2015 قرر جورج مينديز الوكيل الخاص بأعمال كريستيانو رونالدو الزواج، ولهذا قام كريستيانو رونالدو بإنفاق حوالي 50 مليون دولار حتى يستطيع شراء جزيرة خاصة لهذا الرجل. كل هذه الأشياء تؤكد على الثروة الكبيرة التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو، والتي استطاع أن يجمعها طوال مسيرته المهنية، مما يؤكد على أنه واحدا من أغنى وأثرى الأشخاص حول العالم. وفي النهاية، هل كنت تعلم كل هذه الممتلكات التي يملكها كريستيانو رونالدو؟ أخبرني بذلك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. إلى اللقاء في الفيديو القادم.